لا توجد أي خروقات أمنية أو أي أحداث أمنية من أي نوع كان. الخطة الأمنية تسير كما يعني كما رسمت، وكما أكد لنا اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة. ربما الحدث الأوسع الآن وهو ليس أمنيا بالتأكيد هو موضوع يعني النسب الضعيفة في العديد من المحافظات للإقبال على التصويت، وهذا ما يعني قد يتغير خلال الساعتين القادمة بسبب أنه الآن الجو أصبح أدفأ، فممكن أنه الناس يتوجهون إلى هناك. أمنيا كما ذكرت لك لا يوجد شيء جديد، ننتظر هنا في هذا المكان حتى الساعة 6 مساء مع إغلاق الصناديق. سيكون هنالك مؤتمر للفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، ربما يكون وزير الداخلية أيضا في هذا المؤتمر، وعدد من القيادات الأمنية والناطقين باسم القيادات الأمنية، يعني مدير عام شرطة المرور، مدير إعلام شرطة المرور آسف، مدير إعلام الشرطة الاتحادية وغيرهم، اللواء يحيى رسول قد يكون متواجد، ناطق العام الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. حتى موعد المؤتمر سننتظر حدوث أي تحديثات في الوضع الأمني، وبالتأكيد سنكون معكم أولا بأول بها ناطق.